طلعنا من أوبرا جاليري جينا لجاليري ثاني مقابل له اسمه كوادرو. كوادرو هذا في جواه مرض خاص للفنانة نادين قانسو. نادين أنا شخصياً أتابعها بالإنستغرام، لكن أنا عجزت أفهم فلسفتها، بوريكم وش فلسفتها. زي ما انت شايف رمل وعليها كلمات معينة وصور قديمة وفيها الليمة وماني فاهم حاجة. هذه بعد من ضمن الصور اللي ما تشوفها، انت لو تركز وتدقق هو يدوب تركز، لكن انا يوم ركزت لقيت كلمة ديزل اللي هي ماركة ديزل داخلة عرض في الكونستراكشنز او الانشاءات، فهذه من ضمن الاشياء اللي انا مو فاهمها. علشان انا مو فاهم شيء لازم اروح اشوف نادين وتفهمني كل شيء. كيفك يا نادين؟ كيف صحة؟ أمين؟ تفضل. زاد فضلك، ترى متوقع أن أنا جاي صح؟ أكيد دخل وسهلا. نادين بعد ما خذينا لفة حنا نبي نسولف شوي عن الصور وعن المجوهرات. أول شيء خليني أسألك عن الصور. إحنا لما رحنا المعرض وشفنا صورك كلها أغلبها أبيض وأسود ولمناطق في دبي او مباني بدبي تحت الانشاء، صح؟ شو السالفه؟ قصه المعرض اللي شفته انت بدي اي اف سي مزبوط، عندك كان اسود ابيض وعندك كان ملون، صور ملون. بالاسود والابيض اللي عم تسال عنهم هن مناطق انا طبعا كمصوره او فنانه بمرق بدبي، واذا عندي فكره معينه خصوصا لهيدا المعرض بصير بصور اشياء معينه انا بدي اياها اللي هن حيحكوا قصه القصه اللي انا بدي اياها بالمعرض. بهذا المعرض خصيصا كانت القصه طبعا عن دبي وعن تطور دبي وقد ايه صار في تغيير بدبي. بعد هدول الصور اذا بتمرق اليوم بشوارع اللي انا صورت فيها يمكن ما تلاقي بقى زيت المبنى او زيت الكورنر او زيت، يعني حتشوف في تغيير، وهذا التغيير كنت حابه فرجيه بصوري، حابه فرجي التطور والتغيير تبع دبي، وحابه كمان افرجي قصتي مع دبي. يعني انا اليوم بعد 10 سنين اذا بمرق بهيدا الشارع يمكن ما الاقي هيدي البنايه، او يمكن ما الاقي هيدا البانو اللي محطوط عليه الدعايه وتطور المدينه اللي انا فيها اللي صار تقريبا 16 17 سنه عايشه. صح، يعني دبي سريعه التطور ومتجدده وسريعه جدا. طيب في بعض الصور ابيض واسود زي ما قلنا ومدخلة انت عليها قصاصات ملونة، صح، لماركات وتجميل ومش عارف ما لها علاقة بالصور الرئيسية. هذا إيه؟ برضو ابغى اعرف سالفة. هلا انت يمكن عجبك الماركات وال يمكن. وتشي جيفارا وديزل وهيدول، هيدي بهيدي الصورة اللي عم تحكي عنها بالتحديد كل القصاصات اللي مأخوذة بالألوان اللي محطوطة على الأسود والأبيض مأخوذة من الصور اللي هي بالألوان بالمعرض. يعني أنا طبعت صورتين، وحدة ملونة معروضة وزيتها مقصوصة ومحطوطة على الصورة الأسود والأبيض تتحكي إذا بدك على الدواليتي، على الازدواجية اللي نحن عايشين فيها كأشخاص بدبي وعلى المدينة. يعني عندك اليوم أنت القديم بدبي وعندك الجديد بدبي، بقى هيدي قصة تتفاجئها فنياً. أنا لقيت طريقة أني أعمل هدول القصصات وأخذ من هيدي الصورة الملونة حطها على الأسود والأبيض. بس هي كمان مثلاً بهيدي الصورة عم تحكي قصة أنا مثلاً مكان أكلت فيه أو عشت فيه أو صورة من البيت اللي أنا عايشة فيه الحين وحطيتها على صور. سو مش بس قصة دبي، قصتي أنا مع دبي وقصة كل الأشخاص مع دبي وهالإزدواجية اللي عايشين وعم نشوفها، إزدواجية بالمعنى إذا بدك البوزيتيف الإيجابي. يعني قصتك التمسك بالحضارة، إيه عندك القديم والجديد والتراث
طبعا مع التطور. اكزاكت صح. حلو الكلام. طيب خلينا من المعرض الحين نبغى نتكلم عن المجوهرات. يصير انت عندك ماركه اسمها بالعربي. صح. ليش بالعربي؟ بالعربي بلشت من 10 سنين تقريبا. بلشت بمعرض كمان فوتوغرافي اسمه مين انا، وكان بيحكي عن الهويه العربيه. حبيت انه طور هالشيء وخليه يبين بصوري، وبذات الوقت تيكون متداول اكثر. طلعت ب اذا بدك بهيدا يعني بالمجوهرات، كانت كلها مبنيه على الحرف العربي. واول خاتم مثل ما شايف هون هو هيدا الخاتم اللي لبسته، اول خاتم انعمل للبراند. هذا اول واحد. هيدا اول واحد. عشان كذا بحرف النون. اكيد دائما بجرب بحالي اول شيء. المعرض انعمل اسمه مين انا، طبعا عن الهويه مثل ما قلنا. كنت حابه انه الفكره اذا بدك الثقافه تبعيتنا واللغه تضلها موجوده. بعد ما سمعنا كثير اشياء بعد 9/11 مثل ما بتعرف، صارت الهويه العربيه بيطلعوا علينا بطريقه مختلفه، وما كنت حابه هالشيء يصير. بقى قلت كيف فينا انا اتداول او اخلي هالشيء يتطور غير بالتصوير. لهيك اخترعت او اذا بدك طلعت بفكره الحرف العربي تنلبسه تما نلبس حرف اجنبي. بلشته كبروجكت، حبيته، تطور تيصير بزنس، والحمد لله. انت بديتي فيه من 10 سنين. من 10 سنين. طيب لنفرض ان انت مش موجوده في دبي، كم بالمية حتختارين مدينه دبي انك تروجين لمجوهراتك؟ بما انه بالعربي طبعا حيكون اختياري لبلد عربي اولا. دبي اكيد كمان اولا، مش لانه صار لي 16 17 سنه عايشه فيها، بس لانه بعتبر ودائما بقول هالشيء انه دبي مدينه جديده وعندها اذا بدك فرص ان كان عمل ولا فرص لاشخاص يتطوروا ويجيبوا افكار جديده ويبنوا مع المدينه او يتطوروا مع المدينه. وما عم بحكي بسرعه المدينه، مثل يعني ما فينا نكون بسرعة دبي، بس بلاقي أنه في مجالات كتير وفي تقدير إن كان فني ولا تجاري لشيء مثل بالعربي. طيب نادين الحلو.